بحث رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مع نائب الرئيس التنفيذي لجمعية مالك السفن الكورية الجنوبية تشانغ هويانغ سبل تعزيز التعاون المستقبلي عبر تقنيات الفيديو كونفرنس. كما شهد اللقاء مناقشة تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية والتشاور حول مستقبل سياسات إبحار السفن التابعة للجمعية الكورية الجنوبية عبر قناة السويس. وخلال الاجتماع أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس مستمرة في تقديم كافة خدماتها الملاحية والبحرية للسفن العابرة، مع استحداث خدمات جديدة لم تكن متاحة من قبل لتلبية متطلبات التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، من بينها خدمات الإنقاذ البحري والإصلاح والصيانة والإسعاف البحري. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث هبطت أسعار النفط قليلا لتتراجع من أعلى مستوى لها في عدة أشهر والذي بلغته خلال الجلسة السابقة، وسط اتجاه بين المستثمرين لجني الأرباح مع توخي الحذر حيال الطلب رغم انخفاض مخزونات الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 48% لتسجل 86.92 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غير تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 58% لتسجل 83.39 دولار للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 66% لتصل إلى 2.61 دولار للتر. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.82% لتسجل 2.37 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج بنهاية التعاملات بعدما رفعت بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكية توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستنخفض في وقت لاحق من العام. وزاد المؤشر السعودي 2% يتجه إلى إنهاء 4 جلسات من الخسائر. وصعد مؤشر دبي بنسبة 1%، وارتفع المؤشر القطري بنسبة 2%، بينما انخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 2%. ارتفعت الأسهم الأوروبية بفضل التفاؤل بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بعد بيانات أمريكية ضعيفة. كما شهدت السوق في لندن صعودا مع بدء الانتخابات في بريطانيا وتوقع استطلاعات الرأي فوزا تاريخيا لحزب العمال المعارض. وزاد المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 3%، وتصدر قطاع البنوك المكاسب. كما ربحت أسهم شركات السيارات بنسبة 8%، وصعد المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني بنسبة 5%، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق لمعرفة حجم الأغلبية التي قد يحصل عليها حزب العمال. فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية قد تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة قبل قرار نهائي في نوفمبر، ذلك بحسب ما أعلنته المفوضية الأوروبية، متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنعي هذه الآليات. وسيبدأ تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة تقدر ب 10% مطبقة أصلا على السيارات الصينية. وأمام المفوضية مهلة تقدر ب4 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، مما يترك الباب مفتوحا أمام حوار محتمل مع بكين.
مشاهدينا نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى أميرة وإلهام. شكرا لك مرنا.